بلاصه كتغرق في حي مولاي عبد الله هو هذا القنت هذا. هذه هي الحفره ديال حي مولاي عبد الله دائما. احنا دابا شحال ديال الماتيريال مشى؟ الماتيريال كله مشى. انت بغيت تخدم من خدام ما عندكش باش تخدم. عندك واحد 50 مليون ديال الماتيريال مشات. ما كان كلشي مشى. لا كابل تحت كله مشى. شكون اللي غيعوضك؟ لا خطا الضرائب اجي خلص الضرائب. رساله غنوجه ليه؟ اش غنقول ليه؟ غنقول لهم تبغوا تسينيو شي كونطرا مع شي شركه كما بغات تكون راعيو الظروف ديال المواطن المغربي راه معذب. هو معذب وكتزيد تكملوا عليه. ولا كينتظر شي حاجه اللي ما شي غير اللي يقدر يندم عليها الدوله كامله غتندم عليها. خويا جينا الصباح البارح بالليل دخل الماء ميترونس تقريبا باش طلع الماء ودخل الديور ودخل المحلات. من بين هاد المحلات اللي ضروا هاد المحل هذا راه جينا الصباح بقينا كنخرجوا في الغيس والسلعه كلها تكرفصات شي تقريبا شي 2 مليون ديال السلعه تكرفصات بين ليكوش وهاد المواد ديال النظافه وهاد الشيء كامل كتشوف كل شيء قدام عينيك. وهاد الشيء كامل حنا باقيين خدامين لحد الان والسلعه باقي ما تريناهاش كلها. الا تريناها غنخرجوا اكثر من داك الشيء يعني خساره ماديه وخايبه كاع. وهذا المشكل ديما كيوقع هاد البلاصه هذه ديما فيها هاد المشكل هذا ديال هاد الروكار هذا ديما. هاد الشيء اللي كاين اخويا المحل هو كيمشي محل ديال الخياطه واكثر من 10 سنين وحنا ديما مضرين هنايا. كيقول لنا راه صايبنا كتجي الشتا نفس السيناريو عاوتاني كيتعاود والناس كلها مضره هنا. ايوا المسؤولين ما كاينش معاه من الدوي من الصباح حنا كنعيطوا ما جا عندنا حتى شي واحد. دابا المحل راه باقي غارق بماكن وبثوبه بكل شيء. ايوا هادشي اللي عطى الله بنادم راه ما عنده ما يقول. والعمده ديال الدار البيضاء راه عينا ما نقولوا ليه راه وصلوا الناس شحال قالوا ليه من مره. هادشي راه ولا معروف راه واخا نقول انا راه قالوا الناس قبل مني يعني راه بنادم راه ما بقيت كتيخ حتى شي واحد. صافي حنا ما بقيناش كنقولوا عندنا شي واحد كاع عندنا الله. وتقريبا شحال ديال السلعه راه كاينه 16 ماكينه 16 ماكينه راه مشى كل شيء. دابا 16 ماكينه راه صافي راه ملي بقات في الملا يومين صافي راه ما بقات حتى حاجه غتخدم. هاد المكازا اللي كتشوف فيها خويا راه كنستعملوها في اللوكاسيون ديال لي كليم ديال لي زيمونسيال. كلشي الكتريك كلشي الكترونيك. كل عام كتمشي لينا القليله القليله لي كليم اللي كيمشيو لينا ساوين واحد 60-100 ديال الفلوس. وديما كنوقعوا في نفس المشكل كنديروا شكايات للجهات المعنيه وحتى شي حاجه ما كتقدم لينا حتى شي حاجه ما حتى شي واحد ما كيجيش حتى كيشوفنا شنو ضعنا فيه. وحنا ما بغيناش نبقاو نضيعوا حنا بغينا المشكل يتحل جذريا. خويا مشات ليا دابا باقي ما قيمتش كلشي مي راه كاينه تقييم قريب بحال هكا كاينه واحد 60 ميل ديال الفلوس اللي مشات حيت هادشي كلشي الكترونيك كلشي كيمشي. الرساله ديالي للعمده انه خصو يجي يشوفنا هو شخصيا باش يجي يوقف على هادشي ويشوفو باش هادشي يتدى ليه حل جذري. حنا كل ما بغيناش يعوضونا كل عام يعوضونا حنا بغينا يحل جذري ونخدموا على خاطرنا.